مرحبا. عندما نكون على وشك البدء بمشروع جديد والانطلاق بمغامرة جديدة، نحتاج إلى الكثير من المهارات والأشياء والمعارف، وأكثر من شيء نحتاج إلى ثقتنا. نحتاج إلى الوثوق بأنفسنا، لأن العالم من حولنا قاس وصعب للغاية. بالطبع يعتبر الأمر شخصيا، كيف تصل إلى ثقتك بنفسك وتشعر بارتياح مع ذاتك، وكيف تحافظ على إيمانك بكل ذلك عندما تأتيك التحديات. سأقدم لك ثلاث نقاط مختلفة ورئيسية أعتقد أنها مهمة بالفعل، وبخاصة عندما تنطلق بأفكارك الخاصة ولا أحد يفعل تماماً كما تفعل أنت. أول ما يجب الانتباه إليه هو معرفة مع من تشارك أفكارك ومشقاتك. فقد لاحظت من تجربتي الخاصة أنه إذا تحدثت إلى صديق لديه عمل عادي، قد يظهر القليل من الحسد أو قد لا يفهم ما أقوله، وإذا كنت أتحدث عن تحدي ما، سأشعر في أغلب الأحيان بفقدان الطاقة والحزن بعد ذلك، وربما سأخسر القليل من تلك الشرارة التي كانت لدي تجاه الفكرة. لذا كن حذراً جداً في اختيار مع من ستشارك أفكارك. جد أصدقائك والأشخاص المميزين الذين تدرك أنهم يريدون لك الخير، والأفضل أن تجد شخصاً لديه مشروعه وأفكاره الخاصة، بحيث تدعمان بعضكما البعض. ثمة أمر آخر بغاية الأهمية يجعلك تثق بنفسك، وهو أن تكرس على الدوام ضمن جدول أعمالك وقتاً مقدساً لنفسك للاهتمام فيه بنفسك، كي تشعر بإحساس جيد وبحيوية، وهو وقت مخصص لك فحسب لتكون فرحاً. قد يشمل ذلك أنشطة عدة، كأخذ حمام لطيف أو السير على شاطئ البحر أو مشاهدة فيلم بوليود جميل أو شراء بوزة بالموز وصوص الشوكولا. إنه وقت لك أنت لتستعيد نشاطك وليس مكرساً إلى أي أحد آخر. اسمح فيه لنفسك باختبار شعور مذهل لكونك أنت وهذا كل شيء. هو نشاط لا يجب أن يكون فكرياً، بل يقوم فقط على التفكير بذاتك والشعور بالراحة. الأمر الثالث الذي قد يكون مساعداً في هذه العملية هو قراءة قصص أشخاص مروا بأمور صعبة في حياتهم. اقرأ قصة غاندي أو قصة أي شخص كان لديه مشروع قام بالسعي وراءه وحقق أهدافاً في حياته. من المدهش فعلاً أن تبدأ بالتعرف إلى قصص مختلفة عن أناس تعرفهم، وأحياناً عن أناس سمعت عنهم. قد يكون الأمر ملهماً فعلاً، ونحن بحاجة إلى وجود ذلك الحب للذات في داخل عقولنا، حتى تقول لنفسك أنه على الرغم من المسيرة الطويلة وصعوبة الوصول إلى حيث ما أريد، ثمة آخرون قد اختاروا طرقاً غير عادية، وسوف أشق أنا أيضاً طريقي لأصل إلى ما أريد. لتبقى واثقاً بنفسك إذن، تذكر أن تكون محدوداً بانتقاء الأشخاص الذين تتشارك معهم أفكارك، وحافظ عليها كما تحافظ على أولادك، وقدر الأشخاص الجيدين الذين تتشارك معهم تلك الأفكار. تذكر أيضاً أن تدلل نفسك، أن تقوم بأمور جيدة لك ويكون ذلك بمثابة وقت مقدس مكرس لك أنت فحسب، وقم بذلك بشكل دائم. أما ثالثاً، تذكر قراءة قصص أناس آخرين ملهمين لك، قد لا ينتمون إلى المجال نفسه، ولكنها قصص أفراد خاضوا مسيرة طويلة ومميزة،